أهلا بكم. قال مجلس محافظة بغداد إن وزارة المالية لم توافق على إطلاق درجات الحذف والاستحداث لتثبيت العقود. وأضاف المجلس أن لديها أكثر من 2000 موظف بصفة عقد بعضهم مضى على وجوده أكثر من 10 سنوات. وعلى الرغم من أن أمانة بغداد توفر فيها حاليا قرابة 500 درجة وظيفية، من جراء الحذف والاستحداث للمتقاعدين والمتوفين، إلا أن وزارة المالية لم توافق على إطلاقها خلال العام الحالي. قالت مديرية صحة كربلاء إنها قامت بإتلاف 15 طنا من مادة الطرش المنتج في معمل غير مرخص بقطاع الهندية. وأضافت المديرية أن المادة التي تم إتلافها كانت تباع في عدد من محال البيع بالجملة والمعامل الغذائية. وتمكنت المديرية من وضع اليد على 15 طنا من مادة الطرش محلي المنشأ وإتلافها، وذلك بعد أن تبين أن المادة المضبوطة كانت مخزونة في ظروف سيئة، فضلا عن أن صاحب المعمل غير حاصل على إجازة صحية. قال مصرف الرافدين إنه أطلق دفعة جديدة من سلف موظفي دوائر الدولة. وأضاف المصرف أن دفعة جديدة شملت أكثر من 1700 موظف من مختلف دوائر الدولة الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف وحصلوا على البطاقة الإلكترونية، والتي تراوحت ما بين 3 إلى 10 ملايين دينار. هذا وتثار شبهات فساد حول استخدام البطاقة الإلكترونية عند صرف رواتب الموظفين. أبدت شركات كورية رغبتها في تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية في كربلاء، وذلك في ظل استمرار أزمة الكهرباء في العراق. من جانبه قال الوفد الكوري الذي يزور العراق إن لديه حلولا مقبولة لحل أزمة انقطاع الكهرباء المتكررة في البلاد، وذلك من خلال إنشاء مشروع للطاقة الشمسية في كربلاء. وكانت أزمة الكهرباء قد تفاقمت عقب الاحتلال الأمريكي للبلاد، رغم مليارات الدولارات التي أنفقت على هذا القطاع. قال وزير التجارة في العراق محمد العاني إن الوزارة بدأت الاستعداد للدورة الدولية 46 لمعرض بغداد الدولي. وأضاف العاني أن شركة المعارض العراقية أعدت برنامجا واسعا ووجهت الدعوات للدول والشركات، فضلا عن دعوة الوزارات والهيئات والقطاع الخاص العراقي للمشاركة في المعرض. ومن الجدير بالذكر أن معرض بغداد الدولي يعقد دورته في شهر تشرين أول من كل عام، وكان أول معرض أقيم على أرض معرض بغداد الدولي في عام 1957، إلا أنه في السنوات الأخيرة شهد تراجعا كبيرا في الفعاليات والمشاركات الدولية. نتابع الآن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن والنفط. بهذا نصل إلى ختام أخبار الاقتصاد، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.